السلام عليكم. عدد الناس اللي يطرحوا واحد السؤال يقول لك علاش الاطباء العينين والاطباء ما كيديروش العمليه ديال صحه البصر، وهذا واحد السؤال اللي هو فيه نوع ديال يعني بحال الحيله. فاللي خصنا نعرفوا بان عدد كبير ديال الاطباء انا بيدي فتحت لهم، عدد الناس اللي فتحت لهم اطباء العينين، اطباء اختصاصات اخرى، طب العام، اطباء الجراحه، جراحه النساء، فتحت الاطباء ديال جميع الاختصاصات. ف المساله ديال صحه البصر مساله رغبه، المريض عنده هو الرغبه للتخلص من النظارات اولا باش ما يبقاش يلبس نظارات غليظه. الانسان اللي ما عندوش رغبه فلا داعي ما يديرش، ولكن الانسان اللي عنده واحد الرغبه وعنده واحد الدافع نفساني، واحد الدافع اللي هو من حيث الرياضه ديالو، من حيث الممارسه ديالو، الانسان تيمشي غير يمشي غير للحمام، تيدخل ما كيشوفش حتى الوليدات باش كيغسل لهم، فهذا واحد الدافع اللي المريض اللي باغي بصح يدير ما كيبقاش يطرح هذه الاسئله، وانما تيمشي كيمشي باش انه مقتنع بالعمليه وكيديرها. فهناك اطباء تيخضعوا للعمليه الجراحيه لصحه البصر، وهناك اطباء ما تيخضعوش لانهما ما راغبينش، وكاين اطباء اللي هما راغبين ولكن عندهم الشروط ما توفراتش، مثل كاسكه قرنيه رقيقه ولا مخروطيه اولا الغرفه الاماميه ضيقه اولا شيء من هذا القبيل. فهذه مساله كيبقى اختياريه، المريض اللي عنده الرغبه في العمليه ما كيطرحش هذا السؤال. المريض الانسان اللي كيطرح هذا السؤال فهو عاده لا رغبه له في العمليه، فقط يريد فقط فتح واحد النقاش فقط. شكرا.